مرحبا، إيش اللي بخليك تفكر تشتري سيارة جديدة أو تطور السيارة الموجودة معك؟ طريقة التفكير: السيارة معرفة كوسيلة نقل تنقلنا من النقطة ألف للنقطة باء بأمان وبراحة وبسهولة. بناء على هذا التعريف، كل السيارات بتجاوب على هذا المعنى. كل السيارات ممكن ينتقلونا من النقطة ألف للنقطة باء براحة وبأمان وبسهولة. بالإضافة لهيك، في سيارات أخرى فاخرة جداً بتعطينا إحساس آخر، بتعطينا إحنا نحس إنه الإنسان أو صاحب هاي السيارة عنده قدرات مادية عالية. هذا اللي بخليك تفكر تحصل على هاي السيارة، أو بكلمات أخرى هذا هو التصوير الذاتي. ومن جهة تانية بنطلع على التقدير الذاتي. التقدير الذاتي بخليك تفكر تستثمر مصرياتك على ذاتك، تحاول توجد طرق أخرى تستثمر مصرياتك من أجل تقديرك الذاتي، يكون عندك قدرات تعليمية أعلى. وهي هي كمان مرة طريقة التفكير الصح، التقدير الذاتي. شكراً.